بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، نهنئكم بقدوم عيد الفطر المبارك وباقية أيام من هذا الشهر الكريم أوشكت أن تنقضي. هذه هي الأيام الطيبة، وكما يقولون أهل الدنيا أن السوق بأوله، أما في أمور الآخرة فإن الأمور بالخواتيم والعبرة بخواتيم هذا الشهر. فأمر الدنيا من يذهب إلى السوق مبكرا وفي أوله يربح ويكسب، أما في شهر رمضان فالعبرة بخواتيمه ونهاياته. فجاءت العشر الأواخر وهي عشر ليلة القدر، كما قال صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر. وتخفيفا على هذه الأمة قال: التمسوها في الأوتار. ولذلك أخفى الله جل وعلا علينا بعض عباداته من أجل أن تتعلق قلوبنا وأفئدتنا بالله جل وعلا في طوال الوقت. ولذا أخفى ساعة الإجابة يوم الجمعة، فقال: إن في الجمعة ساعة إذا وافقت دعاء العبد كانت إجابة له. فلذلك أخفاها الله عز وجل ليتعبدنا طوال يوم الجمعة ونلتمس هذه الساعة في طوال يوم الجمعة، عسى أن تصيبنا نفحة من هذه نفحات يوم الجمعة فتوافق هذه الساعة. فلو قال الله عز وجل أن ساعة الإجابة هي ساعة كذا، لفعل الإنسان كل الموبقات ثم جاء في هذه الساعة يتعبد ويتحنث ويرجو ويخبت وينيب إلى الله. ولكن الله عز وجل لا يتعبدنا بهذه الطريقة، بل يريد قلوبنا معلقة به طوال الوقت. ولذا أخفى الله عز وجل أيضا الصلاة الوسطى، فقال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أخفاها الله عز وجل، فأخذ العلماء منهم من يقول الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وبعضهم يقول هي صلاة المغرب أو العشاء لأنها مفرق الليل من النهار، وبعضهم يقول هي صلاة الظهر لأنها تتوسط النهار. والجميع على حق وثواب، ولكن الله عز وجل يريد أن يتعلق قلوبنا بصلاته، بالعبادة في عبادة الصلاة طوال اليوم، فلا ندري أين طرفاها، ونتعبد إلى الله عز وجل في الخمس أوقات بغية أن تكون هذه هي ساعة الإجابة. أما عندما جاء في أمر ليلة القدر فلم يحددها الله عز وجل لنا، وكان قادر على أن يحدد لنا هذه الساعة ويقول هي ساعة كذا، لكنه أخفاها. وقد يقول بعض العلماء أنها تكون في أول رمضان، من أول يوم في رمضان حتى نهايته قد تكون ليلة القدر. ولكن تخفيفا على هذه الأمة أراد الله عز وجل أن يخفف عن طريق نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: التمسوها في العشر الأواخر، التمسوها في الأوتار، تكون في 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29، إلى أن جاء حديث أبا داود فقال: التمسوها في ليلة القدر وهي ليلة 27. هذا كله تخفيف على هذه الأمة من أجل أن تدرك ليلة القدر. لكن العبرة والمغزى منها أن القلوب تظل معلقة بالله جل وعلا طوال شهر رمضان، حتى تصيب هذه الليلة وتأخذ من نفحاتها في أي وقت شئت. ولذلك علينا أن نشمر عن ساعد الجد في هذه الأيام،
وأن نجتهد فيها، لأنها فيها أنزل القرآن الكريم، فيها يفرق بين كل أمر حكيم، فيها أشياء عظيمة، فيها خيرات حسان لا ينبغي أن تفوتك هذه الليلة. ولكن كما قالوا إذا أدركنا هذه الليلة فماذا نقول؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فلنكثر من هذا الدعاء طوال الليل وأناء النهار، عسى أن نصيب هذه الليلة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.